بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. نستأنف دروسنا بعد توقف إجازة عيد الأضحى المبارك، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. هذا هو الدرس 51 من دروس شرح حرز الأماني ووجه التهاني المشهور بالشاطبية، وكنا قد توقفنا عند آخر فرش حروف سورة الأحزاب، ونشرع إن شاء الله تعالى في شرح فرش حروف سورة سبأ وفاطر وما بعدهما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: سورة سبأ وفاطر. وعالم قل علام شاعا ورفع خفضه عم من رجز أليم معا ولا على رفع خفض الميم دل عليمه ونخصف نشأ نسقط بها الياء شملالا. قال رحمه الله: وعالم قل علام شاع، أي أن المرموز لهم بالشين حمزة والكسائي رحمه الله، قرأ علام الغيب على صيغة المبالغة، علام الغيب في أول السورة، علام الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة، أو لا يعزب على قراءة الكسائي. ورفع خفضه عم، ورفع خفضه عم، إذن قرأ الشامي والمدني نافع وابن عامر، قرأ بالرفع، برفع ماذا؟ عالم الغيب، عالم الغيب. إذن عندنا كم قراءة الآن؟ ثلاث قراءات. عالم الغيب لنافع والشامي، وعلام الغيب حمزة والكسائي، علام على المبالغة لكن مع الخفض حمزة والكسائي. والجمهور كيف قراءتهم؟ عالم الغيب على الخفض أيضا لكن عالم، عالم الغيب. إذن عندنا قراءتان بالخفض، عالم وعلام، وعندنا قراءة بالرفع عالم الغيب. طبعا قراءة الخفض هي على قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، على البدلية أو على الوصف. أما قراءة نافع وابن عامر فهي الأظهر أنها خبر لمبتدأ محذوف هو عالم الغيب على الاستئناف. من رجز أليم معا ولا على رفع خفض الميم دل عليمه، لهم عذاب من رجز أليم. قال على رفع خفض الميم، على رفع خفض الميم، أي أن ابن كثير وحفصا رحمهما الله قرأ لهم عذاب من رجز أليم، لهم عذاب من رجز أليم. وقراءة الجمهور كيف؟ رجز أليم، لهم عذاب من رجز أليم. طبعا هو لو لم يقل رفع خفض لكان ايش؟ كان العكس ايش؟ نصب، لكان العكس ايش؟ نصب على قواعده، لكن هو لما الكلام يكون مخالف القواعد ينص على الوجه، وقال رفع الخفض، إذن الباقون يقرؤون بالايه؟ بالخفض، الباقون يقرؤون بالخفض، والخفض والجر بمعنى واحد،
الخفض والجر بمعنى واحد. يعني إذن الجمهور يقرؤون لهم عذاب من رجز أليم، ويقرأ ابن كثير وحفص لهم عذاب من رجز أليم. طبعا قراءة حفص يعني وابن كثير الأليم هو صفة لكلمة عذاب، صفة لكلمة عذاب، يعني لهم عذاب أليم من رجز. وعلى قراءة الجمهور لهم عذاب من رجز أليم. الرجز هو الموصوف، هو الموصوف في قراءة الجمهور. والرجز من العذاب، هو أصلا الرجز هو عذاب أصلا، لكنه يعني كما قال بعض اللغويين والنحاة أنه من أوقع العذاب وأشده، من أشد العذاب وأسوأه، أشد العذاب وأسوأه، لأن كما أن النعيم درجات فالعذاب أيضا دركات. يعني لو أنت أردت أن تعاقب ولدك ممكن تضربه ضربة كده بإصبعك، ممكن تضربه ضربة باليد كلها، ممكن بالعصا، ممكن بالركل، طبعا أنا ما نصب كل هذا بس ممكن بعضهم يعني يبالغ فيزيد. فطبعا يعني الشاهد فيه أنه كما أن النعيم يعني أنواع وملاذ ومشتهيات، فكذلك العذاب درجات في سوءه وقساوته وفظاعته وبشاعته. فالرجز لذلك في الدعاء أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. فالرجز هو العذاب لكنه نوع شديد وقوي من العذاب. نعوذ بالله من غضب الله. نعم. يعني المجاورة اللي بعضهم يقول عليها في النحو، يعني هذه يلجؤون إليها في حالة يعني عدم وجود وجه ظاهر، لكن الوجه هنا ظاهر، ما في إشكال، لكن هو في وجه، يعني الإشكال في جهة من جهة المعاني مش من جهة الإعراب. يعني الإعراب الكلام واضح، العذاب هو الموصوف بأليم على الرفع، والرجز هو الموصوف بأليم على قراءة الخفض، لكن أحيانا يلجؤون لقضية بالمجاورة هذه، يعني حين لا يتضح وجه، يعني أي وجه للإعراب، فيقولون هذه للمجاورة. وإن كان كثير من أئمة اللغة ينزهون أسلوب القرآن عن هذا، يعني يقولون، يعني في أشياء يجيزونها في النحو، يقولون في اللغويون يقول ينزه القرآن عن مثل، يقولون هذا منصوب على التوهم مثلا، هذا منصوب على التوهم كأنه كذا وتوهم كذا فنصب بهذا، أو على المجاورة. هذا يعني يلجؤون إليه في حال يعني غموض الوجه أو يعني عدم وضوح أي وجه للإعراب فيقولون على المجاورة، لكن هذا يعني أنا ما قرأت أن أحد يعني وجهها على المجاورة في هذا الموضع. وطيب هنا قال ونخسف نشأ نسقط بها الياء شمللا، ونخسف نشأ نسقط بها الياء شمللا، اللي هي قوله تعالى أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. نخسف نشأ نسقط، يعني الثلاث أفعال دول قرأت بالغيب، قرأت بالغيب لمن؟ لحمزة والكسائي. يعني بدل إن نشأ، إن يشأ يخسف بهم الأرض أو يسقط، إن يشأ يخسف بهم الأرض، طبعا يقرأون بهم الأرض أو الأرض لحمزة، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط، الثلاثة قرأت بالإيه؟ بالياء، قرأت
لحمزة والكسائي بالياء. طب والباقون يقرؤون بالنون على ما لفظ به، ولأن النون في مصطلح الناظم هي إيش؟ مقابلة للياء. النون في مصطلح الناظم حتى لو لم يذكرها بهذا الشكل فهي مقابلة الياء، وأخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلا. فضل. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وفي الريح رفع صح، وفي الريح رفع صح من سأته سكون همزته ماض وأبدله إذ حلا، مساكنهم سكنه واقصر على شذا، وفي الكاف فافتح عالما فتبجلا. طبعا بالنسبة لقضية التوجيه، يعني احنا بنقول أشياء على الماشي، ويعني من أراد يعني أن يتوسع فليرجع إلى كتب التوجيه، لكن احنا بنقول إشارات على إنه هذا الأمر لا يهمل، بمعنى يعني فقط نريد أن نلفت نظركم إلى إنه إن الأئمة تكلموا في توجيه كل قراءة، وليس مقصد الدرس هو التوجيه، لأن إذا قصد التوجيه هذا يحتاج درس مستقل. فنحن يعني نشير إشارات بما يتسع له المقام، يعني بدون توسع وبدون يعني إطناب كثير. وسبق أن ذكرنا لكم بعض المختصرات والمطولات ونعيدها سريعا. يعني من المختصرات لمن أراد يعني أن يقرأ مختصر في توجيه القراءات، يعني التوجيه هو يقصد به تخريج القراءة من حيث اللغة. فمن المختصرات الحديثة طلائع البشر في توجيه القراءات العشر، هذا للشيخ محمد صادق قمحاوي رحمه الله، وفي نفسه يعني تقريبا نفس المحتوى مع مؤلف آخر ما يسمى بقلائد الفكر، وهذا يدرس في مرحلة العالية في الأزهر، يدرس في علم توجيه القراءات قلائد الفكر، وتقريبا محتواه هو يكاد يكون هو نفس طلائع البشر. هذه المختصرات. وفي طبعا حجة ابن خالوي، حجة بنفس العنوان تقريبا، حجة للقراءات السبع أو في القراءات السبع أو حجة القراءات السبع، يعني بنفس المضمون هذا، لثلاثة من الأئمة: ابن خالوي وابن زنجلة، وأوسعها لأبي علي الفارسي. أوسع الحجج الثلاثة هي حجة القراءات أو الحجة للقراءات السبع لأبي علي الفارسي، لكن هذا لا ينصح به إلا للمتخصصين في اللغة العربية أو لمن درس اللغة العربية دراسة جيدة. يعني لكن الحجج اللي دونه، حجة ابن خالويه وابن زنجلة، يعني ليس فيها ذاك التوسع، يعني من عنده فكرة مبسطة عن الإعراب وعن اللغة يستطيع يفهم فيها بقدر الفكرة اللي عنده. يعني إنه طبعا كلما يعني كان يعني مترسخ في اللغة كلما فهم أكثر، وكذلك الوقف والابتداء نفس الشيء، كلما كان الإنسان يعني عنده اطلاع أوسع على اللغة كان فهمه لكتب، كان فهمه لكتب الوقف والابتداء أكثر. وإلا أحيانا اللي ما عنده فكرة أبدا عن اللغة ما يستطيع يفهم شيء أصلا في الوقف والابتداء، لو قال له لأنه مثلا في ترابط في المعنى أو في تلازم في المعنى أو في الإعراب، وهو أصلا لا يعرف الفاعل من المفعول من الجملة مثلا إذا كانت تعرب كذا أو تعرب كذا، فهذا طبعا يعني لا بد لطالب العلم من إحاطة باللغة العربية. طبعا هي تبدأ بالمختصرات التي بدأتم بها زي أيسر الشروح مثلا، طبعا الآج الرومية، يعني لأن أيسر الشروح هذا الفرع يعني، والأصل فيه هو متن الآج الرومية لابن آج الروم، فهذا يعني من المتون اللي دائما يبتدأ بها، من المتون التي دائما يبتدأ بها، وهو يعني من أشهر المتون النثرية
على الإطلاق، أشهر المتون النثرية على الإطلاق اللي هو أنتم بدأتوا فيه بشرح الدكتور عبد العزيز الحربي وتعليق الشيخ طارق نجيب حفظه الله. فهذا ضروري، يعني لأي طالب علم لابد، هذا الحد الأدنى لتدرسوا هذا الأجرومية، هذا الحد الأدنى لا يعني لا يعذر بأقل منه لأي فرع من فروع العلم الشرعي، أي فرع. طبعا كلما كان علاقة العلم الشرعي أكثر باللغة إذن تحتاج إلى أن تترقى أكثر. ربما هذا يفيد مثلا من يدرس الفقه أو الحديث، ربما لو اكتفى به يمشي الحال، لكن بالنسبة لدارس القراءات بالذات من يريد يعني يطمح إلى أنه ينتقل بعد ذلك إلى القراءات السبع أو العشر أو كذا، أو هو أصلا قرأ ويقرأ القراءات السبع، هذا طبعا المختصر هذا مع شرحه وفهمه واستيعابه هذا ضروري جدا، ويحتاج إلى ما هو فوقه، ويحتاج إلى ما هو فوقه. ماذا فوقه؟ قطر الندى وملحة الإعراب، يعني هذا اللي فوق، أو قطر الندى وبعدين ملحة الإعراب، وبعضهم يعني يلحق بها شذور الذهب أحيانا، ولكن الملحة ربما تكون أخف، ثم بعد ذلك انترقى وصل إلى الألفية. طيب، قال الناظم رحمه الله: وفي الريح رفع صح، وفي الريح رفع صح، أي أن المرموز له بالصاد وهو شعبة رحمه الله قرأ برفع كلمة الريح: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. طبعا الوجه لشعبة أوضح من وجه الجمهور، صح ولا لا؟ ولسليمان الريح، هذا خبر مقدم والريح مبتدأ إيه؟ مؤخر، هذا أوضح، يعني هذه قراءة شعبة وجهها أوضح من قراءة الإيه؟ الجمهور. أما قراءة الجمهور فتحتاج إلى تقدير: سخرنا الريح، ولسليمان سخرنا الريح. طيب، من سأته سكون همزته ماض وأبدله إذ حلا. من سأته أو من سأته سكون همزته ماض وأبدله إذ حلا. حد يذكرنا بالآية؟ تأكل من سأته، إلا دابة الأرض تأكل من سأته. من سأته، قال سكون همزته ماض، أي أن ابن ذكوان رحمه الله قرأ بإسكان الهمزة، يعني قرأ كيف؟ من سأته، من سأته. وقرأ غيره بالإبدال، وقرأ غيره اللي هو هنا نافع وأبو عمرو قرأ بالإبدال: من ساته، من ساته. طيب، والقراءة الثالثة قراءة الجمهور: من ساته بهمزة مفتوحة، بهمزة مفتوحة. إذن عندنا ثلاث قراءات: من سأته، ومن ساته، ومن سأته. من سأته قراءة من؟ ابن ذكوان. ابن ذكوان. ومن ساته إذ حلا قراءة أبي عمرو نافع. ونافع. ومن سأته قراءة الإيه؟ الجمهور. الباقين. طبعا يعني في أحيانا يكون بعض الاعتراضات في نحاة لما يستنكر قراءة، أحيانا يكون لوجهها في الإعراب، وأحيانا يكون لوجهها في الاشتقاق نفسه. يعني بعضهم قال إنه من سأته، يعني إذا كانت مهموزة فهي يعني الأصل فيها أن تسهل بين لا تبدل إبدالا تاما.
ولكن أبو عمرو البصري رحمه الله بنفسه تولى الرد على هذا، قال أن هذه لا أعرف لها أصلاً في الهمز، يعني أصلاً يعني هي عندي غير مهموزة من الأصل كلغة، فقرأها بالإيه؟ بالإبدال من ساته. والمهموز قد يبدل، أما التسكين قراءة ابن ذكوان فهي تخفيف، وهذا موجود كثير في اللغة كما يقولون في كتف كتف ونحوها، يعني تسكن الكلمة تخفيفا من توالي الحركات. ثم قال هذه قرأناها مساكنهم سكنه واقصر على شذا، وفي الكاف فافتح عالما فتبجلا. مساكنهم سكنه واقصر على شذا، أي أن صحاب حفص وحمزة والكسائي قرأوا مساكنهم بالقصر والتسكين. تسكين في ماذا؟ في السين مس. وبعدين طبعا ما دام ان انا سكنت ما يصلح ان انا مد اصلا، لانه الالف لازمتها الفتحه، الالف لازمتها الايه؟ الفتحه، يعني لابد يكون قبل الالف ايه؟ فتحه، ما يصلح الف بدون فتحه قبلها. إذن هو قال سكن واقصر، ولو لم يقل اقصر خلاص قصرنا، لا بد نقصر، ما عاد فيها مد أصلا، ما يصلح مد. ثم قال واقصر على شذا، وفي الكاف فافتح عالما فتبجلا، أي أن حفصا وحمزة قرأ بفتح الكاف. يعني كيف قراءتهم؟ مسكنهم. إذن لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. طيب إذا كان حفص وحمزة قرأ بالإيه؟ بالفتح، فغيرهم قرأ بماذا؟ بالكسر، زي البيت اللي لسه قايلين أخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر وبين النصب والخفض منزلا. فما دام انه دول بيقرأوا بالفتح، إذن الباقون يقرؤون بكسر الكاف، كسر الكاف. لكن من يكسرون الكاف؟ في منهم من يجمع ومنهم من يفرد يوحد. يعني الكسائي بيقصر صح وبيسكن السين، إذن بيقرأ كيف؟ لقد كان لسبأ في مسكنهم آيه، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. الشاهد طبعا كلمة مسكنهم، يقرأ مسكنهم، وحفص وحمزة يقرؤون أو يقرآن مسكنهم، والباقون مساكنهم، لأن طبعا ده أقل سكن وعكس التسكين التحريك، والتحريك المطلق هو الفتح مساء، واقصر عكس القصر هو المد. إذن الجمهور يقرؤون مساكنهم. إذن عندنا ثلاث قراءات، قراءة الجمهور مساكنهم، وقراءة الكسائي مسكنهم، وحفص وحمزة مسكنهم. تفضل. قال الإمام الشاطبي رحمه الله نجازي بياء وافتح الزاي والكفور، رفع سما كم صاب أكل أضف حلا، وحق لوا باعد بقصر مشددا، وصدق للكوفي جاء مثقلا. بارك الله فيك. قرأ سما كم صاب أهل سما وابن عامر وشعبة، قرأ أهل سما وابن عامر وشعبة، وهل نجازي إلا الكفور؟ قرأوا بالياء، قرأوا بالإيه؟ بالياء مع فتح الزاي. وهل يجازى إلا الكفور؟ والكفور رفع طبعا طبيعي، ما دام انه بنى الفعل لما لم يسمى فاعله ان يقرأ الكفور بالايه؟ بالرفع، لانه اصبح نائبا للفاعل، اصبح نائبا للفاعل. إذن اهل سما
وابن عامر وشعبة قرأوا وهل يجازى إلا الكفور، وهل يجازى إلا الكفور. طيب من الباقون؟ صحاب، الباقون صحاب. حمزة والكسائي وحفص يقرؤون إيه؟ وهل نجازي إلا الكفور، والكفور طبعا منصوبة عندهم، وهل نجازي إلا الكفور مفعول به. أكل أضف حلا أو حلا، أكل أضف حلا. ذواتي أكل خمط، ذواتي أكل خمط. أبو عمرو قال أضف، أكل أضف. طبعا هو أبو عمرو في الموضع ده ما بيقرأش أكل، يعني ما بيسكنش الكاف، ما بيسكنش الكاف، وإنما هو سكنها في النظم إيه؟ ضرورة، وإنما سكنها في النظم ضرورة. يعني أبو عمرو كيف يقرأ؟ أضف، يعني إنه بيقرأ بالإضافة وليس بالتنوين، وليس بالإيه؟ لأن مقتضى الإضافة حذف التنوين، مقتضى الإضافة حذف التنوين، يعني يقرأ كيف؟ ذواتي أكل خمط، الكلام على كلمة أكل بس، ذواتي ها أكل خمط، ذواتي أكل خمط. والباقون يقرؤون إيه؟ أكل خمط. طبعا احنا عارفين إنه ابن كثير ونافع يقرؤون في هذا الحرف كلمة أكل على أي وضع جاء، سواء جاء فيه ضمير بدون ضمير، معرف منكر، مضاف غير مضاف، منون غير منون، يقرؤون بإسكان الكاف، يقرؤون بإسكان الإيه؟ الكاف. يعني أبو عمرو نافع وابن كثير يقرؤون إيه؟ أكل خمط، أكل خمط. وأبو عمرو يقرأ إيه؟ أكل خمط، أكل خمط. والجمهور يوافقون أبو عمرو من وجه ويوافقون ابن كثير ونافع من وجه. كيف؟ ها؟ يوافقون ابن كثير ونافعا من جهة إيش؟ التنوين، ينونون، ويخالفونهم في أنهم إيه؟ يضمون الكاف، وابن كثير ونافع إيه؟ يسكنون. طبعا احنا عندنا القراءة هنا هذا على التفصيل ثلاث قراءات، وإلا هي على التخريج اللي هنا قراءة فقط، لقراءة التنوين وقراءة الإضافة، قراءة التنوين أكل والإضافة أكل خمط. أما التفريع هذا فلأنه سبق يعني ذكر قراءة ابن كثير ونافع في هذا الحرف، في هذا الحرف. أبو عمرو طبعا احنا عارفين يوافقه إذا جاء فيها هاء التأنيث أكلها، أما غير كده يقرأ كالجمهور بضم الإيه؟ الكاف. إذن عندنا في هذا البيت ترجمتان، الترجمة الأولى يجازى إلا الكفور لسمى وابن عامر وشعبة، نجازي إلا الكفور هذا الباقون، هذا للباقين، نجازي إلا الكفور. أكل خمط لأبي عمرو بترك التنوين والإضافة، ترك التنوين والإضافة. توصلت الباب الإضافة في النحو ولا لسه؟ الإيه؟ الإضافة بترك التنوين، وبالإضافة للجمهور بترك الإضافة أي بالتنوين أكل أو أكل للجمهور. وحق لواء باعد بقصر مشددا، نعم قرأ يا رجل، سيادة اللواء ما ننساها اللواء هذا. طيب وحق لواء باعد بقصر مشددا، ربنا باعد بين أسفارنا. قرأ المرموز لهم بحق لواء
أبو عمرو وابن كثير وهشام قرأوا بالقصر مع التشديد، بالقصر مع التشديد، يعني كيف؟ ربنا بعد بين أسفارنا أو أسفيرنا، ربنا بعد. إذن قراءة الجمهور بدون تشديد وبدون قصر، بالمد وبدون تشديد، كما لفظ به، كما لفظ به ربنا باعد. قراءة الجمهور ربنا باعد بين أسفارنا، وقراءة حق لواء بالقصر والتشديد بعد بين أسفارنا أو أسفارنا. وصدق للكوفي جاء مثقلا، أي أن الكوفيين رحمهم الله قرأوا بالتشديد، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، صدق، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. إذن غير الكوفيون، غير الكوفيين كيف يقرؤون؟ صدق بدون تشديد، ولقد صدق عليهم إبليس. طبعا معروف في خلاف في عليهم وعليهم، وفي الإدغام والإظهار ما في صدق، لقد صدق وصدق، لكن هذا ليس محل الشاهد. إذن عندنا هنا في هذا البيت ترجمتان، بعد بالقصر والتشديد لمن؟ ابن كثير وأبو عمرو وهشام، ولغيرهم بالإيه؟ بالمد وبدون تشديد، باعد. وصدق بالتشديد للكوفيين وبالتخفيف لغيرهم. تفضل. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وفزع فتح الضم والكسر كامل، ومن أذن اضمم حلو شرع تسلسلا، وفي الغرفة التوحيد فاز ويهمز التناوش حلوا صحبة وتوصلا، وأجري عبادي ربي اليا مضافها، وقل رفع غير الله بالخفض شكلا، ونجزي بياء ضم مع فتح زايه، وكل به ارفع وهو عن ولد العلا، وفي السيء المخفوض همزا سكونه، فشا بينات قصر حق فتنعلا. قال رحمه الله: وفزع فتح الضم والكسر كامل، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، حتى إذا فزع عن قلوبهم، بالبناء للفاعل لابن عامر، فزع عن قلوبهم، وقراءة غيره حتى إذا فزع عن قلوبهم، ومن أذن اضمم حلو شرع تسلسلا، أي أن أبا عمرو وحمزة والكسائي قرأ إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له، اللي قبل هذا الموضع مباشرة، بعدها حتى إذا فزع عن قلوبهم، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي. وقراءة غيرهم ب البناء لما للفاعل، إلا لمن أذن له. إذن عندنا في هذا البيت قراءتان أو ترجمتان، فزع للشامي وفزع للباقين، أذن له، أذن لأبي عمرو وحمزة الكسائي، وأذن للباقين. وهذه كانت نهاية فرش حروف سورة، لا لسه باقي بيت، باقي بيت، تعجلنا. وفي الغرفة التوحيد فاز، تقرأت هذا يا شيخ حسن ولا لا؟ نسي قرأنا كله، أنا عارف. وفي الغرفة التوحيد فاز، وهم في الغرفة آمنون، وهم في الغرفة آمنون، هذه قراءة حمزة، في الغرفة آمنون، وقراءة غيره بالجمع، ق
قرأ بالتوحيد وقرأ غيره بالجمع. وقرأ غيره في الغرفات آمنون، في الغرفات آمنون. نعم، لا لا، كله بالضم، كله. هو ما قال، ما نص على شيء إلا التوحيد وعكسه الجمع. الغرفات آمنون، في الغرفات آمنون. الإيه؟ في إيش؟ في المتن ولا في؟ لا لا، ما في، ما في إشكال. أنت قصدك في الشرح، يعني في المتن، المتن اللي موجود في الشرح؟ لا، ما يضر، ما يضر. أنت بتتكلم عن ضبط البيت ولا عن ضبط القراءة؟ لا، القراءة في الغرفة، في الغرفة لحمزة، وفي الغرفات لغيره. أما بالنسبة لضبط المتن ما يضر، لو ساكنة الراء عندكم، هي عندنا هنا ساكنة. شرح الشيخ؟ طيب، ثواني ثواني، لا لا، أنا عندي أيوة، بسكون الراء فعلا هنا نص عليها أيضا. هو أهملها، ربما ترك الناظم لها، لأن هذا يعني. نعم، كيف؟ لا، المتن يعني، المتن هو أحيانا يسكن ما يتحرك ويحرك ما يسكن الشاعر، لكن هو ليس هذا العمدة في 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 ضبط القراءة هنا. لكن ربما أن هذا مقتضى اللغة، أن تسكن الراء في حال إفرادها، فلم ينص عليها الشاطبي، وهذا مقتضى اللغة، ولذلك أنتم عندكم في الشرح وهنا كذلك بسكون الراء وإن لم ينص عليه. إذن عندنا قراءة، الإيش؟ في الفرقان. اللي هي يجزون الغرفة الإسكان. أي ما طبعا بالإجماع، هذه ما فيها، ما فيها خلاف. الدكتور أنيس، أي طيب، على أي حال عندنا قراءتان، قراءة حمزة في الغرفة بالتوحيد بالإفراد، ويقتضي سكون الراء، ويقتضي سكون الراء. وغيره قرأ في الغرفات بالجمع ومقتضاه ضم الراء. وأحيانا قد يهمل الشاطبي ذكر بعض القيود اعتمادا على شهرة هذا في الإيه، في اللغة. وهذا هو الذي فعله هنا، هذا هو الذي فعله هنا، ترك يعني التقييد بضم أو بإسكان أو غيره اعتمادا على شهرة هذا في الإيه، في اللغة. قال: ويهمز التناوش حلوا صحبة أو صحبة وتوصلا. ويهمز التناوش حلوا صحبة وتوصلا. وأن لهم التناوش من مكان بعيد. قرأ أبو عمرو وصحبة، حمزة والكسائي وشعبة، قرأوا بالهمز وأن لهم التناوش، وطبعا كل على مذهبه في المد المتصل، لكن عموما في مد، عموما فيه مد، لأنه ما دام أصبحت في همزة بعد الألف فتمد مدا إيه، متصلا، وكل على مذهبه في مقدار المد. ف كلهم يوسطون إلا حمزة يشبع.
إذن عندنا في هذا البيت ترجمتان، الترجمة الأولى الغرفات للجمهور والغرفة لحمزة. طبعا كلمة الغرفات مكتوبة بالإيه؟ بالتاء، مكتوبة بالإيه؟ بالتاء. والجمهور يقرؤونها بالجمع، حمزة يقرأها بالإفراد، ولا أحد يقف عليها بالهاء، ولا أحد يقف عليها بالهاء. الجمهور لا يقفون بالهاء لأنها عندهم إيش؟ جمع. وحمزة ليس مذهبه أن يقف بالإيه؟ بالهاء، ليس مذهبه أن يقف بالهاء. طيب، ويهمز التناؤش. هنا التناؤش قلنا فيها التناؤش لحلوى صحبة والتناوش لغيرهم، وهذا هو يعني آخر فرش حروف سورة سبأ. أما الآيات التي فيها أجري وعبادي وربي، المواضع اللي هي إن أجري إلى الله وقليل من عبادي الشكور فبما يوحي إلي ربي، هذه المواضع آيات الإضافة. أما من يفتح ومن يسكن فمحلها في باب ياءات الإضافة. ثم شرع في الترجمات الواردة في سورة فاطر، قال وقل رفع غير الله بالخفض شكلا، وقل رفع غير الله بالخفض شكلا. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. إذن عندنا حمزة والكسائي يقرآن بالخفض، يقرآن بالإيه؟ بالخفض. وغير حمزة والكسائي يقرؤون بالإيه؟ بالرفع، لأنه قال رفع وقل رفع غير الله بالخفض. إذن غير شكلا يقرأ بالرفع، هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. ونجزي بياء ضم مع فتح زايه وكل به ارفع وهو عن ولد العلا. هذا قوله تعالى كذلك نجزي كل كفور، كذلك نجزي كل كفور. قرأ في هذا الموضع، قرأ في هذا الموضع ولد العلا أبو عمرو بالياء مع فتح الزاي، يعني كذلك إيه؟ يجزى. وبما أنه قرأ يجزى بالبناء لما لم يسمى فاعلها أو بالبناء للمفعول، فرفع كلمة إيه؟ كل، أن أصبحت نائب فاعل. كذلك يجزى كل كفور، كذلك يجزى كل كفور. وقرأ الجمهور كذلك نجزي كل كفور. إذن عندنا في هذا البيت ترجمة واحدة، عندنا في هذا البيت إيش؟ ترجمة واحدة، كذلك نجزي كل كفور قراءة الجمهور، وقراءة أبي عمرو كذلك يجزى كل كفور. ثم قال وفي السيء المخفوض همزا سكونه فشى، وفي السيء المخفوض همزا سكونه فشى. طبعا هو في عندنا في هذه الآية في كلمة السيء وردت مرتين، ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هو حدد أي موضع فيهم، فيهما ها؟ قال المخفوض، قال الإيه؟ المخفوض. إذن عندنا الموضع الثاني غير داخل في الخلاف، الموضع الثاني غير داخل في الإيه؟ الخلاف.
فالموضع الأول هو المقصود بوقوع الخلاف فيه بين القراء، ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل. قال: وفي السيء المخفوض همزا سكونه فشا. يعني قرأ حمزة كيف؟ ها؟ ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل. ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل. وهذا يوجه بما وجه به قراءة قنبل بالنص اللي نص عليه أبي الشاطبي رحمه الله لما قال في سبأ: وسكنه وانوي الوقف زهرا ومندلا، وسكنه وانوي الوقف زهرا ومندلا. وإن كانوا اعترضوا على ذلك أن حمزة إذا سكن ونوى الوقف يعمل إيش؟ هيخفف الهمز. أبو بعدين كيف نحل المشكلة دي؟ اللي يريد حل المشكلة يرجع إليها في كتب التوجيه، عشان إحنا يعني متعجلون بعض الشيء. فهم وجهوها بأنه إذا كان على نية الوقف كما قرأ قنبل فهذا يبقى إيه المشكلة. طيب، في حد عنده قبل ما يرجع لكتب التوجيه عنده حل آخر؟ لأن حمزة إذا وقف على همز هيخفف، وبالتالي ما في داعي أصلا نقول سكن ولا ما يسكن. إذا ما حل الإشكال في هذه القراءة؟ التخريج. ما في عندكم مخرج 6 ولا 7 ولا 9 ولا أي مخرج من المخارج؟ لا، هم قالوا وقف على يعني سكن تخفيفا وليس لنية الوقف. طبعا هو في البعض قال بنية الوقف، والبعض قال تخفيف لتوالي الحركات والمثقلات فيها. ومكرس يعني فين عندنا ايش؟ سين مشددة وبعدها ياء كمان ايه؟ مشددة وبعد كده همزة. فهذا والتخفيف من مقاصد اللغة، التخفيف من مقاصد اللغة. فيعني يلجؤون احيانا زي ما ذكرنا من شوية من سأته مثلا، سكنوا الهمزة تخفيفا، سكنوا الهمزة تخفيفا، فمن مقاصد اللغة لكن ليست اعتباطية، وإنما يكون شيء مسموع عن العرب، يكون شيء مسموع عن العرب. يعني ليس يجي أي واحد، إن بعض النحاة يقول لا، إذا قلنا بنية الوقف هذا إذا نحن بنلغي الإعراب، نلغي الإعراب تماما. بعض النحاة اعترض على كلمة نية الوقف، لكن هو على أي حال الأرجح هنا في توجيه قراءة حمزة وتخريجها هو ماذا؟ هو التخفيف، يعني الإسكان للتخفيف وليس لنية الوقف. قال: وفي السيء المخفوض همزا سكونه فشى بينات قصر حق فتى على، هي قوله تعالى: فهم على بينات منه، فهم على بينات منه. قرأ حق فتى على ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص، قرأوا بالتخفيف بالقصر، قرأوا بالقصر يعني بالإفراد، قرأوا بالقصر يعني بالإيه؟ بالإفراد. طبعا هو يذكر دائما ما يتيسر له من في النظم، يعني هنا مثلا المتيسر لأنه يقول قصر، والقصر هنا يقتضي أنها تتحول من الجمع إلى الإيه؟ المفرد. فقرأ بالقصر يعني بينة منه، فهم على بينة منه، قرأوا حق فتى على، اللي هم أبو عمرو وابن كثير وحمزة وحفص، قرأوا فهم على بينة منه. وقرأ الباقون فهم على بينات منه. عكس القصر هو المد، والمد هنا ينقلك من المفرد إلى الجمع. طيب، سؤال للصحيين والأذكياء والرابطين للمعلومات. في واحد فقط من القراء السبعة هنا يقف بالهاء على الكلمة، واحد بس، واحد ولا اثنين؟
لا اثنين بس، اثنين، ابو عمرو، ابو عمرو وابن كثير يقفان بينه، لان الكسائي بيقرا مع الجمع، الكسائي اللي هو بيقرا بالوقف بالهاء يقرا مع اصحاب الجمع، فبالتالي اذا وقف يقف بينات، لكن ابو عمرو وابن كثير يقفان بينه اذا وقف. هذا طبعا خارج عن الموضوع لكن لربط درس اخر، الوقف على المرسوم. اذن عندنا في هذا ترجمتان، السيء ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، هذا بالإسكان لحمزة وبالجر لغيره، وبالجر لغيره، أنه ما في واحد يقول يا حمزة يقرأ بالجزم، لا، الجزم الفعل كما خصص الفعل بأن ينجزم، الجزم هذا من خصائص الأفعال ليس من خصائص الأسماء، لكن هذا سكن تخفيفا، سكن تخفيفا. والترجمة الثانية هي بينات، فهم على بينات منه، قرأ بالجمع نافع وابن عامر والكسائي وشعبة، نافع وابن عامر والكسائي وشعبة قرأوا بالإيه؟ بالجمع، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحفص بالإيه؟ بالإفراد وبالقصر. هنا يعني نكون انتهينا من فرش حروف سورة فاطر وننتقل إلى فرش حروف سورة ياسين. تفضل دكتور. أنا سأل سؤال. الأولى ولا الثانية؟ السيء قولا واحدا، ما في غير كده، لأن ما عنده مش محركة، الثانية يزيد فيها روم وإشماء. نعم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله سورة ياسين: وتنزيل نصب الرفع كهف صحابه، وخفف فعززنا لشعبة محملا، وما عملته يحذف الهاء صحبة، وهو القمر ارفعه سما ولقد حلا. قال رحمه الله: وتنزيل نصب الرفع كهف صحابه، وتنزيل نصب الرفع كهف صحابه. هذه في أول السورة ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، تنزيل العزيز الرحيم بالنصب لكهف صحابه، لابن عامر وحفص وحمزة الكسائي يقرؤون تنزيل العزيز الرحيم، وقرأ غيرهم بالإيش؟ بالرفع. من غيرهم؟ شعبة وأهل سما، صح؟ شعبة وأهل سما يقرؤون بماذا؟ بالرفع. تنزيل العزيز الرحيم. وخفف فعززنا لشعبة محملة. محملة هنا يقصد بتحمل القراءة، أي حاملا وناقلا هذه القراءة، إشارة إلى قوة هذا الوجه لشعبة بكثرة من حملوه، والحمل هنا بمعنى النقل والرواية. قال: وخفف فعززنا لشعبة محملة، فكذبوهما فعززنا بثالث قراءة الجمهور، فعززنا بثالث قراءة الجمهور، وقراءة شعبة بالتخفيف فعززنا بثالث. قال: وما عملته يحذف الهاء صحبة، وما عملته يحذف الهاء صحبة، أي أن شعبة وحمزة والكسائية رحمهم الله قرأوا ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم، وما عملت أيديهم. إذن غير شعبة وحمزة والكسائي يقرؤون وما عملته أيديهم. طبعا هذه ليس فيها إشكال من جهة الإيه؟ من جهة اللغة ولا الإعراب، وإنما الإشكال فيها من جهة إيش؟ الرسم.
الإشكال فيها من جهة الرسم، وهكذا هي في بعض مصاحف الكوفة، في بعض مصاحف الكوفة بدونها، ولعلها مرت بكم، ما أدري مرت ولا ما مرت في الرسم، في بعض مصاحف الكوفة رسمت بغير الهاء على قراءة شعبة وحمزة والكسائي، وما عملت أيديهم، وسيأتي بعد ذلك تشتهي الأنفس في سورة الزخرف، وفيها ما تشتهيه الأنفس، وقراءة نفس حمزة وشعبة والكسائي ومعهم ابن كثير وأبو عمرو يقرؤون وما تشتهي الأنفس، فيها نفس الإيه، نفس الإشكال من جهة الرسم، لكنه هكذا في بعض مصاحف الكوفة بدون هاء. أما في الموضع الثاني الكوفة وبعض مصاحف البصرة ومكة. نعم. ليش؟ والله الظاهر أنها موصولة، يعني ظاهر السياق أنها موصولة. ليأكلوا من ثمره، من طبعا هنا ثمر يقرأ حمزة الكسائي كما بر بنا في سورة الأنعام. السياق الظاهر أنه فيها موصولة وليست نافية. تقرأت فيها شيء أنها نافية يعني؟ لا لا، موصولة، واضح يعني السياق واضح. والقمر ارفعه سما ولقد حلا، والقمر ارفعه سما ولقد حلا، هي قوله تعالى والقمر قدرناه منازل، والقمر قدرناه منازل، لذلك هو زاد هنا واو كمان، قال ووالقمر، يعني يقصد اللي فيها الواو، طبعا لا يقصد اللي هي للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، هذا منصوب بالإجماع، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، هذا منصوب بالإجماع ولا يتأتى غيره، ولا يتأتى غيره. أما هنا والقمر قدرناه منازل لأهل سماء، والقمر قدرناه منازل لأهل إيه؟ لأهل سماء. طيب وغير أهل سماء؟ يقرؤون بالنصب، والقمر قدرناه منازل. طيب وخا يخصمون، قرأناها هذه لسه، تفضل. قال الإمام الشاطبي رحمه الله وخا يخصمون افتح سما لذ واخفي حل وبر واخفي واخفي بالقطع وخا يخصمون افتح سما لذ واخفي حل وبر وسكنه وخفف فتكملا وساكن شغل ضم ذكرا وكسر في ظلال بضم واقصر اللام شلشلا. قال رحمه الله وخا يخصمون افتح سما لذ، ركزوا معي عشان نعد فيها كم قراءة، افتح سما لذ، إذن يقرؤون سما لذ ايه؟ يا خاء، مش كده؟ بفتح الايه؟ الخاء. وأخفي حلو بر، قالون وأبو عمرو من بين أهل سما يقرؤون بالفتحة هذه لكنها إيش؟ مختلسة. وطبعا احنا قلنا أن مصطلح الإخفاء هو المصطلح الأبرز في المتقدمين الشاطبي ومن قبله، ويستخدمون الإخفاء أكثر من كلمة الاختلاس، ولكن يعني موجود أيضا الاختلاس، لكن على قلة، على قلة، يعني ما يستخدم مختلسا جلا زي ما قال وإسكان بارئكم ويأمركم لا وينصركم أيضا ويشعركم وكم جليل عن الدوري مختلسا جلا، يعني بس المصطلح الأكثر اللي يستخدمه في الاختلاس يستخدم كلمة الإيه؟ الإخفاء، هذا الأكثر. طيب هنا قال وأخفي حلو بر، إذن من بينها أهل سما قالون وأبو عمرو يقرؤون بالإيه؟
بالاختلاس. احنا نقرأهم كلهم بس خلينا نفصل القراءة. ثم قال وسكنه وخفف فتكمل. سكن ايش؟ الخاء، لأنه أتكلم في الأول عن الخاء، كل الكلام عن الخاء. وسكنه، سكن الخاء، يخ. قال وخفف، خفف الذي بعده الصاد، فتكمل، تكمل عدة القراءات يعني في هؤلاء. إذن عندنا كم قراءة الآن؟ ثلاثة، وفي القراءة التي لم تذكر قراءة الجمهور، مش ما نقول الجمهور، نقول الباقين يعني. في عندنا المسكوت عنهم القراءة الرابعة. طيب نشوف حمزة لأنه أسهل واحد. أول شيء حمزة كيف يقرأ؟ يخصمون، سكن الخاء وبإيه؟ بيخفف الصاد، يخصمون. طيب وسمى لذ غير نشوف اللي هو ورش وابن كثير وهشام يقرؤون ايه؟ يخصمون. يقرؤون ايش؟ يخصمون. طب كيف عرفنا انهم بيشددوا الصاد؟ لان ما فيش حد بيخفف الصاد غير حمزه بس، حدش بيخفف الصاد غير حمزه بس. وهم يقرؤون بالفتح وفتحه كامله لانه لم ينص لهم على اختلاس. اذن ورش وابن كثير وهشام يقرؤون يخصمون كما قرأوا في يهدي في سورة إيش؟ زيها تقريبا، يهدي. فهنا قرأوا يخصمون. طيب وأبو عمرو وقالون يقرؤون باختلاس الحركة. إيش الآية هي؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون بالإسراع بالحركة، خفض صوت مع إسراع، وهم يخصمون هكذا. إذن عندنا يخصمون ها لورش وابن كثير وهشام، ويخصمون بالاختلاس لقالون وأبي عمرو، ويخصمون لحمزة وحده. طيب وبعدين والباقين ما لهم قراءة؟ ها كيف يقرأ الباقون؟ وقال افتح سما لذ. هنرجع نفك القيود هذه عشان نطلع قراءة الايه الباقين. الفتح عكسه ماذا؟ الكسر، يخي. وما فيش حد قلنا انه بيخفف الصاد غير حمزة. إذن يخصمون هذه قراءة المسكوت عنهم، قراءة الباقين اللي هم مين؟ عاصم والكسائي وابن ذكوان. عاصم والكسائي وابن ذكوان صحيح، يقرؤون يخصمون. إذن عندنا كم قراءة؟ أربع قراءات ذكرها رحمه الله في بيت واحد. قال يخصمون، ها يخصمون بالفتحة الكاملة ورشة ابن كثير وهشام، يخصمون بالاختلاس لقالون وأبي عمرو، يخصمون لحمزة وحده، يخصمون عاصم والكسائي وابن ذكوان. وبعضهم يلزم قالون بالإسكان، والصحيح أنه لا يلزمه. نعم يعني هم يلزمون قالون أن هنا بإسكان الخاء مع تشديد الصاد، والصحيح أنه لا يلزمه لأنه ما ذكروا الشاطبي. وإلزامه بما لم يذكره هذا فيه يعني تجوز عليه، حتى وإن صح من طريقه لكنه لم يختره. لكن احنا في العادة يعني ما جرى عليه كثير من المحررين المتأخرين، يعني إذا قرأ الطالب وأراد يقرأ بهذا الوجه نخليه يقرأ، بس نقول له هذا لا يلزمك لأنه لم يذكره الشاطبي رحمه الله. كما في نعمة يلزمون بالإسكان، والشاطبي ما قال إلا إيش؟ وإخفاء كسر العين صيغ به حلى، بس ما قال لا إسكان ولا قال شيء.
فالإلزام بالإسكان هذا يعني تجوز على الشاطبي، ويعني لكن نقول من باب التدريب ومن باب أنه يعرف ما يقول القوم، مع عدم اعتقادنا أن هذا يلزم، لأن الشاطبي حتى ولو كان من طريقه ولم يختره يلزمنا اختياره، لأننا نحن لا نقول احنا نقرأ باختيار فلان أو علان من المتأخرين، نقول نقرأ من طريق إيش؟ الشاطبية، ونقرأ من طريق الشاطبية باختيار الشاطبي، لا نقرأ باختيار أحد. عبارة التيسير تعطي ذلك. الشيخ الدكتور أنيس فاتح التيسير؟ طيب شوف ماذا قال أبو عمرو في هذا الموضع. ها؟ يخصمون عندك ولا يحتاج وقت؟ لا خلي القاضي الله يرحمه. خلينا في الشيخ أبو عمرو الداني، قال إيش؟ يحتاج وقت. طيب خلاص. ها؟ عندكم؟ أي والله يعني أكيد اختيار المشايخ له وجه، بس يعني الشاطبي نصه ما فيه أي إسكان، لا ليس فيه إشارة إلى الإسكان، حتى مجرد محتملة، يعني ليس فيه إشارة محتملة للإسكان. طيب بالنسبة لشيخنا، ظاهر النص ما يوحي أن أبو عمرو قالون لهم وجه فتح، كيف؟ وقال افتح سما لذ. طيب ما هم سما، ما هم بيفتحوا، هو بيفتح أبو عمرو يعني. وقالون بيفتح بس بيقرأها الفتحة، هذه مختلسة، مش وجهين. هو قال افتح سما لذ، والفتحة هذا كيف؟ هل تؤتى بفتحة كاملة ولا تأتي باختلاس؟ لا، قال وأخفي حلوة بر، فهم يفتحون لكن يفتحون مع اختلاس الحركة، لأن الاختلاس قد يكون اختلاس لفتحة، وقد يكون اختلاس لضمة، وقد يكون اختلاس لإيه؟ لكسرة. فهو قال إنها فتحة، لكن الفتحة هذه مختلسة لهما. نعم. أه؟ قال إيش؟ لا، العبارة مهمة. طيب هو يعني هذه يقولون ايش؟ هذا اختيار ابو عمرو. احنا نفهم العباره اللي ذكرها هذه عشان برضو نفهم عبارات الائمه كيف. هل نفهم من هذا ان ابو عمرو اختار الاسكان ولا اختار الاختلاس؟ اختار الاختلاس. هو في الاول قال كذا كذا وابو عمرو وقالون بالاختلاس الاول، ثم ذكر نص وارد عن قالون انه نص عنه بالايه؟ بالاسكان، لكن هذا اقرب الى ان يكون من الحكايه، يحكي هذا الكلام، يعني يقول كانه يقول ورد نص عن قالون بكذا، لكن هو لما جزم في البدايه قال ايش؟ وقالون وابو عمرو بكذا، فمن هذا اعتمد عليه مثلا ممكن المشايخ عندكم في تونس باعتماد الاختلاس على انه هذا منصوص عن قالون، لكن هو اختيار ابي عمرو. هو دائما الامام يقدم اختياره في البدايه، يقول يعني كذا كذا، ثم يقول وورد كذا او ونص كذا. واحد يقول طب ومن وين هذا الاختيار؟ الاختيار هذا موجود ايضا يعني، بس هو يعني اختار الاختلاس. واحد يقول لماذا اختار؟ ربما الاختيار لسهوله، الاختلاس اسهل من انك تجمع سكون الخاء مع تشديد في اجتماع الساكنين، وان كان هي قراءه صحيحه، يعني ليس معنى ان نقول انه هذا لا يلزمك من الشاطبيه انه قراءه غير صحيحه، لا صحيحه ما فيها اشكال، لكن نقول هل هذا يلزم به الشاطبي ولا لا يلزم به؟ الصحيح انه لا يلزم به. نعم. وساكن شغل قراناها، وساكن شغل ضم ذكرا. اذا قرا ذكرا ابن عامر والكوفيون بضم كلمة إيه؟ في شغل
فاكهون، في شغل، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. وقرأ غيرهم بإيش؟ بالإسكان، لأنه كان قال ساكن شغل ضمة، إذن غير ذكرا يقرؤون إيه؟ بالإسكان، في شغل فاكهون. روى شيخنا أحمد فهمي رحمه الله أنه كاد يعني تحصل حالة طلاق بسبب هذه القراءة، يعني واحد كان يعني مشتغل بالقراءات وزوجته بتسمع له فهو بيقرأ يعني بالقراءة، يعني بقراءة من القراءات، فجاء هنا قال إيه؟ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، فردت عليه قالت له في شغل بالضم، قال لا قراءة، قالت له قراءة أنت هتألف في القرآن، واتصلت بالشيخ، يعني كان عندها حمية للدين وكذا، فيعني اتصلت بالشيخ وقالت له يعني زوجي بيعمل كذا وبيحرف، فالشيخ يعني هدأ من روعها، مش الشيخ أحمد، لا واحد ثاني شيخ من مشايخ الفتية. فالإنسان يعني عدو ما يجهل، الإنسان عدو ما يجهل. طيب، وكسر في ظلال بضم واقصر اللام شلشلا، وقصر في ظلال بضم واقصر اللام شلشلا. قرأ شعب حمزة والكسائي بضم الايه الكسر، بضم الكسر في كلمة في ظلال، هم وأزواجهم في ظو بضم الظاء، واقصر اللام، إذن يقرأان كيف؟ في ظلل، في ظلل، في ظلل على الأرائك متكئون. إذن حمزة والكسائي يقرؤون في ظلل وغيرهم يقرأ في ظلال. إذن عندنا في هذا البيت كم ترجمة؟ ترجمتان، شغل بضم الغين لمن؟ لابن عامر والكوفيين، وأهل سما يقرؤون في شغل، وفي ظلال على الأرائك قراءة الجمهور، وفي ظلل على الأرائك متكئون قراءة حمزة والكسائي. وقل جبلا مع كسر ضميه. اتفضل. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وقل جبلا مع كسر ضميه ثقله أخو نصرة وضم وسكن كذي حلا، وننكسه فضممه وحرك لعاصم، وحمزة واكسر عنهما الضم أثقالا، لينذر دم غصنا ولحقافهم بها بخلف هدى مالي وإني معا حلا. قال رحمه الله: وقل جبلا مع كسر ضميه ثقله أخو نصرة. نافع وعاصم قرأ في قوله تعالى: ولقد أضل منكم، هو قال في الأول جبلا، يعني ترجمها جبلا، مع كسر ضميه ثقله، الضمتين اللي في جبلا يقرأها أخو نصرة بإيش؟ بكسرتين بدل الضمتين مع التشديد. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. إذن الوحيدان اللذان يكسران الحرفين هما عاصم ونافع مع التشديد، تشديد اللام. واضمم وسكن كذي حلا، واضمم وسكن كذي حلا. إذن أبو عمرو وابن عامر يقرآن جبلا، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، جب بالإسكان، جبلا كثيرا. طيب، بقي من؟ بقي المكي وحمزة والكسائي، المكي وحمزة والكسائي، كيف يقرؤون؟ جبلا، لأن ما فيش حد بيشدد إلا أخو نصرة، ما فيش حد بيكسر إلا الحرفين الأولانيين إلا أخو نصرة أيضا. إذن
حمزة والكسائي وابن كثير يقرؤون جبلا جبلا كثيرا، وأبو عمرو وابن عامر يقرآن جبلا كثيرا جبلا كثيرا، وعاصم ونافع يقرآن جبلا كثيرا. وننكسه فاضممه وحرك لعاصم وحمزة واكسر عنهما الضم أثقلا. هنا في ترجمة واحدة في هذا البيت في قوله تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق، قال فاضممه وحرك لعاصم وحمزة. إذن فاضمم هنضم، لأنه قال ننكسه، فإحنا هنشوف هنحرق ننفذ القيود هذه على الكلمة هذه. ننكسه فاضممه، هنضم النون وحرك، والتحريك إذا أطلق فتح، والتحريك إذا أطلق فتح منك. قال واكسر عنهما الضم أثقلا، اللي كمضموم عندنا الإيه الكاف نكسرها مشددة، لأنه قال أثقلا يعني مشددة. إذن ننكسه ننكسه. إذن عندنا في هذا الموضع قراءتان، ننكسه قراءة عاصم وحمزة، وقراءة غيرهما ننكسه، وقراءة غيرهما ننكسه بفك هذه القيود. لينذر دم غصنا، لينذر دم غصنا اللي هي قوله تعالى لينذر من كان حيا، لينذر من كان حيا، وهنا اكتفى بالإطلاق، اكتفى بالإيه بالإطلاق، يعني ذكرها بالغيب على الإطلاق، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا، يعني ما قال بالغيب ولا شيء، هي معروفة أنها بالإيه بالغيب. إذن قرأ بالغيب في هذا الموضع لينذر من كان حيا دم غصنا، الكوفيون وأبو عمرو وابن كثير قرأوا بالغيب. إذن قرأ غيرهم بماذا؟ بالخطاب. من غيرهم؟ ها؟ غيرهم ابن عامر ونافع، غيرهم ابن عامر ونافع، لتنذر من كان حيا، لتنذر من كان حيا. هذا في الموضع هنا في سورة إيه ياسين. قال ولحقافهم بها، ولحقافهم بها كيف يعني؟ في سورة الأحقاف يعني هم نفس دول يقرؤون بالغيب، يعني دم غصنا يقرؤون بالغيب، وبالتالي ابن عامر ونافع يقرؤون بالإيه بالخطاب. ثم أضاف معلومة جديدة في هذا في سورة الأحقاف، في قال بخلف هدى، بخلف هدى أي أنه اختلف عن البزي في موضع الأحقاف، اللي هي قوله تعالى لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين، لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين، قال أنه اختلف عن البزي، يعني قرأ بالغيب وقرأ بالإيه بالخطاب. لا 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 لا، مش كل المواضع ليست هيصة، الموضعين بس دول المذكورين فقط، إنه كل موضع إذا في الفرش بيكون بحسبه، إلا إذا قال هو جميعا أو كل أو يعني أي نوع من الإطلاقات تفيد ذلك، أو حيث أتى أو كيف جاء، إذا أطلق فيعني يكون بالإطلاق، أما إذا لم يطلق بل قيد كما هنا قال ولحقافهم بها، قيد إنها في سورة الأحقاف لينذر الذين ظلموا، قال إنه البزي اختلف عنه في إيه في سورة الأحقاف، يعني قرأ بالغيب والخطاب، وإن كان بعضهم يحرر عليه أنه ليس له في الأحقاف إلا التاء، لكننا نقرأ بمقتضى ما أطلقه الشاطبي رحمه الله، أطلق للبز الخلاف
فنقرأ له بالوجهين، نقرأ له بالوجهين. مالي وإني معا حلا، طبعا هذه الآيات التي في السورة، ومالي لا أعبد الذي فطرني، إني معا، إني آمنت بربكم، إني إذن، هذه الآيات التي اختلف فيها. بقي لنا سورة الصفات، يعني اليوم ننبه إلى أنه يعني درس اللغة العربية متوقف اليوم، لأنه يعني بعد الإفطار إن شاء الله، يعني الإفطار سيتحول إلى شيء من جلسة معايدة، وسيحضر معنا الشيخ بشير حفظه الله والشيخ طارق، فسنؤخر الفطور قليلا، يعني يصير الساعة 9. احنا طبعا مش هناخد في الدرس الا 9، بس يعني نخلص سورة الصفات يعني قولا واحدا يعني. فسيتأخر قليلا حتى يعني الشباب يعدوا المكان بعد الدرس ان شاء الله. نعم. ها؟ للتيسير؟ ايه وبذلك ايش؟ ما علينا، جمع البيان ليس طريقنا. المشكلة أن هذا كله مش هيطلع في الصوت هنا، لو تقترب أو ترفع الصوت. أنا سمعك بس أنا أقصد يعني اللي بيتابعه. هي طبعا غيث النفع، هي طبعا يعني أكيد أنه ستعتمدون غيث النفع وأنتم أولى به رحمه الله، لكن أغلب ما ذكر في تحريرات القراءة اللي تخص القراءات السبع بالنسبة للبدور الزاهرة، اللي هو طبعا أكثر الكتب انتشارا يعني في بين طلبة العلم في هذا الوقت، يعني فهو الرجل يعني ما قال إن هذه التحريرات من عندي، وقال أنا اعتمدت على غيث النفع. يعني هو يعني الشيخ القادر الله يرحمه هو اعتمد على غيث النفع في الجملة فيما يخص القراءات السبع، لأن غيث النفع لا يشمل القراءات الايه العشر، والتحرير على القراءات الثلاث قليل جدا، تحرير على القراءات الثلاث أكثر ما حرر في القراءات السبع. فهو الشاطبي الشيخ القاضي رحمه الله اعتمد اعتماد كبير على غيث النفع في تحرير القراءات، وانتشرت الانتشار يعني كتبه رحمه الله، وهي كتب يعني من كتب الأساس بالنسبة للمعاصرين في كتب القراءات، وإن كان في يعني شيء من الخلاف المنهجي في بعض الأمور هذا لا يقلل من قيمة كتاب البدور الزاهرة أو غيث النافع أو غيره، لكن هي ربما وجهة نظر. فالأليق دائما بالأئمة أن نعتمد اختياراتهم، اختيار الشاطبي اختار كذا، احنا نقرأ باختياره رحمه الله، وما في مانع أن يعرف الوجه الآخر، وقد يتأتى لبعض لجان المصاحف مثلا أن تعتمد اختيار معين في هذا، هذا الأمر بسيط يعني ليس مهولا. طيب نأتي لسورة الصافات. نعم. قال الإمام الشاطبي، لكن هو طبعا اللي ذكروا في التيسير على النص من جمع البيان، جمع البيان اصلا هو المختصر منه التيسير، واحنا لو قلنا بإيراد جميع ما ورد في جمع البيان للأئمة هذا لطال المقام، يعني كتاب واسع جدا في اكثر من 500 طريق، والتيسير اختصار له. ودائما اذا اي امام، خد بالك هذا مهم، يعني اي امام انت بتقرا في كتب القراءات
قال وقرأ فلان كذا وقرأ فلان كذا في الأول بدون تضعيف ولا تمريض ولا أي شيء، يعني ما ضعف هذا الوجه، إذن هذا اختياره، هذا اختيار الداني. ثم قال والنص عن كذا، هذا يعني أقرب إلى أنه يكون حكاية مذهب الغير، أقرب أن يكون حكاية مذهب الغير، أو ورد بعضهم أو وقد ورد النص كذا، هذا قد يكون، إلا إذا ذكره في سياق يعني تأييد مذهبه هو، يعني ذكر قولين ثم ذكر يعني تأييدا لمذهبه، أنه يقول مثلا ورد النص عن ابن مجاهد بكذا، وهو أصلا اختار هذا في البداية، إذن هو يؤيد رأيه، لكن لو كان مخالف لما ذكره أولا فهو خلاص هذا ذكره، والثاني يعتبر حكاية لا رواية. شكلكم اليوم يعني شكل راح لحم الخرفان أثر معكم. تفضل يلا شيخ علي تفضل. ماشي عادي. لا احنا ما قلنا ان القول هذا ضعيف، يعني هذا القراءة بالإسكان، لكن نقول الان واحد جاء قرأ بالشاطبية وقال انا مش اقرأ الوجه، هل مثلا الشيخ يمتنع يقول لا انت لازم تقرأه؟ لا ما هو لازم، الشاطبي ما اختاره، لكن لو قرأه غير معتقد لان الشاطبي يعني ذكره او اختاره يعني ما في إشكال. وإحنا غالبا نقرأ، يعني عندنا عمة وكذا نخلي يقرأ بالإسكان لسببين، لأن هذا وجه صحيح، وليس كل ما صح من غير الشاطبية يلزم أن تقرأ، لكن لأنه انتشر بين أكثر المحررين المعاصرين، فلئلا يتهم القارئ بالجهل أو لئلا يعرف ما يدور يعني في بين أهل العلم في هذا، وليعرف وجه هذا الأداء لو أراد أن يقرأ من رواية أخرى. وفي الأخير أيضا نقول لا يلزمه لو قرأ، اقتصر على الإخفاء على الاختلاس في نعمة وأخواتها يخصمون ويهدي وكذا، لو اقتصر فيها على الاختلاس لأصحاب الاختلاس يكفي. نعم فضل. قال الإمام الشاطبي رحمه الله سورة الصافات: وصفا وزجرا ذكر ندغم حمزة وذروا بلا روم بها التاف ثقلا وخلادهم بالخلف فالملقيات فالمغيرات في ذكرا وصبحا فحصلا. قال رحمه الله وصفا وزجرا ذكر ندغم حمزة وذروا بلا روم بها التاء فثقلا، أي أن حمزة رحمه الله قرأ بالإدغام الكبير في فواتح سورة الصفات الثلاثة، ونص قال بلا روم بمعنى أن هذا وجه واحد له، فيقتضي ذلك أنه عنده مشبه للمد اللازم، عنده مشبه للمد اللازم، يعني ليس فيه الثلاثة هذه للسوسي، نقول إذا كان قبل المدغم حرف مد أو لين لك إيه ثلاثة، عند السوسي لكثرة دورها لأنها تكثر كثيرا عنده فألحقوها بالإيه بعرض الوقف، ألحقوها بعرض الوقف. أما لحمزة لقلة ورود هذه الكلمات عنه التي أدغم فيها إدغاما كبيرا فألحقوها بالمد الإيه اللازم فتمد مدا مشبعا. احنا ناخد مثال واحد يعني ما يحتاج ان احنا نطبق على الباقي، لأن الباقي معروف نفس الطريقة ونفس السوسي، بس هنا وجه واحد، يعني يقول والصفا، فيدغم قولا واحدا، يدغم مع ها المد المشبع، ما في قصر وتوسط واشباع زي السوسي، لو هتقرا لك تقصر وتوسط وتشبع، لكن طبعا اللي مش على يعني الكلام على المد الاول لازم باتفاق القراء اللي قبل الفاء، لكن اللي هو صفاتي مع صفه هذه فيها للسوسي الثلاثه، لكن لحمزه في هذا وفي الكلمات اللي جايه بعده في هذا البيت هذا واللي بعده هذه ادغام قولا واحدا
مشبه للمد الايه اللازم مع المد المشبع، لذلك قال بلا روض، هذا ادغام محض مشبه للمد الايه اللازم. ها، لانه طبعا وقال في اخر باب الادغام الكبير قالوا اشمم وروم في غير باء وميمها، لان عندك وجه كمان زايد انك ممكن تدغم للسوسي ادغام محض وممكن تدغم مع الروم او مع الاشمام على التفصيل المذكور سابقا، لكن هنا لا، لانه هو مشبه للمد اللازم عنده فليس في روم ولا اشمام، هو مد وخلاص. واضح؟ ها، عشان الميكروفون هنا دايما نظرنا هنا بس قلبنا معاكم يعني. طيب، اذا صفا وزجرا وذكرا، الثلاث كلمات الاولى ادغم حمزه فيها، اتقول ايه؟ فالزاجرا الزجرا فالتاليا الذكرى، ماشي؟ وكذلك والذاريات ذروى، قال بلا روم بها التاء فثقلا، قصده ان التاء مش التاء هي اللي ثقلت، التاء لما دخلت في الحرف اللي بعده فثقل الحرف الذي ايه بعده، فثقل الحرف الذي بعد التاء، والا التاء اصلا تزول، الا التاء تزول لانها تدغم في الحرف الذي بعدها. هذه الاربع كلمات عن حمزه بتمامه، هذه الأربع كلمات عن حمزة بتمامه. طيب، خلاد في عنه كلمتين ولا ثلاث كلمات، وخلادون بالخلف في الملقيات في المغيرات، حرفين زيادة، فالملقيات ذكرى في سورة إيش المرسلات، وأيضا فالمغيرات صبحا في سورة العاديات. إذن عن خلاد ست مواضع، وعن حمزة أربع إيه مواضع. الأربع مواضع عن حمزة خلف خلاد معا، وأما فالملقيات ذكرى فالمغيرات صبحا لخلاد بخلف عنه، لخلاد بخلف عنه، يعني ليست وجها واحدا عن خلاد وإنما مختلف عنه فيها، وهي أيضا بلا روم كالمواضع السابقة لحمزة، يعني مد إيش لازم. نعم، تفضل. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: بزينة نو في ند والكواكب انصبوا صفوة يسمعون شذا على بثقليه وضم تاع جبت شذا وساكن معا وساكن معا أو آباء أو ولا بالنقل الهمزة معنو. أي نعم، معنو. بثقليه وضم تاع عجبت بثقليه وضم تاع عجبت شذا وساكن معنو آباؤنا كيف بللا. قال رحمه الله: بزينة نو في ند، بزينة نو في ند، أي أن حمزة وعاصما رحمهما الله وحدهما قرأ بالتنوين في بزينة الكواكب، بزينة الكواكب بالتنوين، وقرأ غيرهم بالإضافة، بالإضافة يعني بدون إيه؟ بدون تنوين، بزينة الكواكب. يبقى حمزة وعاصم قرأ بزينة الكواكب وقرأ غيرهما بزينة الكواكب. نأتي لكلمة الكواكب نفسها، شعبة وحده انفرد بالقراءة بالنصب، انفرد بالقراءة بالنصب بزينة الكواكب، بزينة الكواكب، وقرأ غيره بزينة الكواكب أو بزينة الكواكب. فالجمهور قرأوا بدون تنوين بزينة الكواكب، وقرأ حفص وحمزة بزينة الكواكب، وقرأ شعبة بزينة الكواكب، يعني هي إجمالا اثنين لكن تفصيلا ثلاثة. اثنين، الخلاف في
بزينة تنوين لحمزة وعاصم بدون تنوين للباقي. والكواكب فيها نصب وفيها جر، النصب لشعبة والجر للإيه؟ للباقي. والخلاصة تطلع ثلاث قراءات: بزينة الكواكب، ها، بزينة الكواكب لمن؟ لحفص، ها، وحمزة. وبزينة الكواكب لشعبة وحده، وبزينة الكواكب للباقين. يسمعون شذا على، يسمعون شذا، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. قال بثقليه، يعني قرأ شذا على بالتشديد في الحرفين، بالتشديد في الايه؟ في الحرفين. لذلك قال ايه؟ بثقليه، يعني الحرفين مثقلين. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، أي أن حمزة والكسائية وحفصا قرأوا لا يسمعون إلى. طيب وغيرهما؟ ها؟ بالتخفيف، لا يسمعون، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. واضمم تا عجبت شذا، هي قوله تعالى بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون. قرأ حمزة والكسائي رحمهم الله بل عجبت ويسخرون، قال بالضم. طبعا هذا يقول بالضم ولا يقول بالايه؟ بالرفع طبعا، ان هذا ايش؟ علامه ايش؟ بناء، علامه بناء. بل عجبت ويسخرون. وقرأ غيرهم بل عجبت ويسخرون. طبعا في يعني بعض اعتراض على هذا، لكن اعتراض المعترضين هذا مردود، اللي هو نسبة العجب إلى الله عز وجل، عجبت بل عجبت ويسخرون. في بعض الأحاديث ورد فيها عجب ربكم من صنيعكما ضيفكما البارحة وغيره من الأحاديث التي توجب هذا على مقتضى ما يليق بجلال الله عز وجل ومباينته للخلق في صفاتهم، ومباينته للخلق في صفاتهم. فالاشتراك في اللفظ، في الاسم فقط، أما في الكيفية فتتأتى على ما يليق بالله عز وجل. طيب وساكن معا مع نواباؤنا، وساكن معنا أو آباؤنا كيف بللا. قرأ ابن عامر وقالون ب أو آباؤنا الأولون، أو آباؤنا الأولون. وقرأ غيرهما ها أو آباؤنا الأولون. هذه من المواضع القليلة التي خالف فيها ورش قالون في الفرش، المواضع القليلة التي خالف فيها قالون ورشا في الايه؟ في الفرش. إذن بقية القراء قرأ أو آباؤنا، وقرأ ابن عامر وقالون أو آباؤنا الأولون. وفي ينزفون الزاي فاكسر شذا، تفضل. خليها بعد الدرس عشان ما نريد أن نطول على الإخوة زيادة، بعد الدرس نشوف إن شاء الله. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وفي ينزفون الزاي فاكسر شذا وقل، في الأخرى ثوى واضمم يزفون فاكملا، وماذا تري بالضم والكسر شائع، وإلياس حذف الهمز بالخلف مثلا. قرأ حمزة والكسائي رحمهم الله لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ولا هم عنها ينزفون في الصافات، وقال وقل في الأخرى ثوى، في الأخرى اللي هي في سورة الإيه؟ الواقعة، أكواب وبارقة وكأس لا يصدعون عنها ولا هم
ينزفون في الصافات قرأ كل الكوفيين ينزفون. وفي سورة الواقعة في سورة الواقعة هذه في الواقعة لا يصدعون عنها ولا هم ينزفون في الواقعة لكل الكوفيين. أما في سورة الصافات حمزة والكسائي يعني عاصم خرج عن قراءتيهما قرأ ينزفون في الصافات وينزفون في الواقعة. الخلاصة أن أهل سما وابن عامر قرأوا في الموضعين ها ينزفون قرأوا في الموضعين إيش ينزفون. وهنا وافقهم من عاصم وافقهم عاصم في الصافات ولا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. أما في سورة الواقعة فعاصم مشى مع الكوفيين وقرأ ينزفون بكسر الإيه الزاي. واضمم يزفون فاكملا فأقبلوا إليه هنضم إيش الياء واضمم يزفون يزفون فأقبلوا إليه يزفون. وقرأ غير حمزة يزفون إذن حمزة قرأ يزفون وقرأ غيره يزفون. وماذا تري بالضم والكسر شائع قرأ حمزة والكسائي فانظر ماذا قال فانظر ماذا تري ماذا تري وليست بإمالة وإنما تاء مضمومة وراء مكسورة كسرا محضا فانظر ماذا تري لي بعدها يا أبا تفعل ما تؤمر. إذن قرأ حمزة والكسائي ماذا تري وغير وقرأ غيره فانظر ماذا ترى. وإلياس حذف الهمز بالخلف مثلا أي أن ابن ذكوان وحده قرأ بإيه بترك الهمز بحذف الهمز يعني. وإن ها كيف تصير وإن الياس وإن الياس وإن الياس لمن المرسلين قرأ بحذف الهمز بخلف عنه يعني في عن ابن ذكوان بالهمز كالجماعة وقرأ بتركه الوجه الذي ترك فيه الهمز انفرد به وإن الياس لمن المرسلين. وقراءة الجمهور والوجه الثاني لابن ذكوان وإن إلياس لمن المرسلين طبعا إذا بدأ ابن ذكوان سيكون كالجماعة إلياس إذا بدأ سيكون كالإيه كالجماعة. طيب وغير صحاب قال الإمام الشاطبي رحمه الله وغير صحاب رفعه الله ربكم ورب وإلياسين بالكسر وصلا مع القصر مع إسكان كسر مع القصر مع إسكان كسر دنا غنا وإني وذو الثنيا وأني أجملا. بارك الله فيك. طيب قال وغير صحاب رفعه الله ربكم ورب احنا عارفين انه في قصة إلياس عليه السلام قال أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. صحاب قرأوا بالنصب تدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين على البدلية أو على الوصف أو على عطف البيان كل واحد يقرؤون بالنصب ومن قرأ بالنصب فالأولى له الوصل الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وقرأ غير صحاب بالرفع وقرأ غير صحاب بالرفع الله ربكم ورب آبائكم الأولين على الابتداء. وإلياسين بالكسر والصلة وإلياسين بالكسر والصلة مع القصر مع إسكان كسر دنا غنا سلام على إلياسين سلام على إلياسين قال بالكسر كسر الهمزة يعني
والياسين بالكسر، بكسر الايه؟ الهمزة، مع القصر، يعني همزة فقط ما فيش بعدها مدة، مع إسكان كسر، مع إسكان كسر إل دنا غنى، أي أن ابن كثير وأبا عمرو والكوفيين قرأوا ها سلام على إلياسين، سلام على إلياسين. طب من اللي باقي غير دول؟ ها؟ نافع وابن عامر قرأوا بدون كسر يعني فتح، وبدون قصر يعني مدة، وبدون إسكان لللام سلام على آل ياسين، سلام على آل ياسين. إذن سلام على آل ياسين قراءة نافع وابن عامر، وقراءة غيرهما سلام على الياسين. وهذه فيها من يآت الإضافة إني أرى أني أذبحك، وذو الثنيا اللي ستجدني إن شاء الله، الثنيا تأتي عنده الاستثناء في بالمشيئة، ستجدني إن شاء الله. وهذا يعني آخر ما تيسر من التعليق على فرش حروف سورة الصافات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.